ديالي كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وفي احسن حال. الموضوع اليوم زيونات كان هو واحد الموضوع واحد الام اتصلت بيا وتهودنا هذه طالعه في اسبوع انا كنفصح معها يوميا وكنتناقشوا وعودت لي الحياه ديالها الشخصيه مع وليداتها. كنحتارمها وكنشكرها بزاف ثقت فيا وعودت لي وفتحت معايا ابل فيديو. كنشكرك بزاف 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 اخالتو من هذا المنبر وكنقول لك انتينا ام ونعم الام. كنقولها لك قبل ما نعرض الموضوع وكنزيد نكرر لك ونعم الام والله يجازيك كل خير ويطول لك ربي في العمر وليداتك. المهم الموضوع ده هذه الام مسكينه الام اللي توفى لها الزوج ديالها وخلالها جوج الاولاد خلالها الولد والبنت خلاهم يعني ما كاينش فرق السن بيناتهم بزاف شي 4 سنين هيداك ولا 5 سنين. المهم الزوج ديالها الله يرحمه ويوسع عليه كان عنده واحد المتجر الخياطه وحتى هي كانت كتخيط لهاد الام هذه. ملي مات الزوج ديالها الحمد لله خلاهم في الدار ديالهم ما خلاهمش في الدار ذكرها وديك المتجر الخياطه هي بقات كتجيب منه لقمه العيش كريمه والحلال رسول الله. مسكينه عانات كبرت وليداتها بوحديتها يعني وانطرت معاهم ثم عارفين العيا صعابين والصغور ومراهقه وهي نشا ما بغاتش تتزوج على وليداتها وكبراتهم وقراتهم. الولد وصل هذا العام عنده السنه الاخريه في الكليه يعني ان شاء الله الله يوفقه نتمنى له النجاح بالمونسيون ان شاء الله. والبنت هذه عندها البكالوريا. المشكل لهاد الام هو الولد ماشي في الطريق ديالو في القرايه ديالو الله يوفقه ويعطيه النجاح في النجاح ولكن البنت اللي رافضه تكمل الدراسه ديالها وما خصهاش تزيد تقرا ابدا. والسبب ما كاين حتى شي سبب هي الام ديالها فتحت معايا وانا شفت هذه اسبوع حنا كنفتحوا ونهضروا حتى هي كانت متواجده كنهضروا معاهم كاملين الحمد لله. يعني ماشي شي ناس اللي مضغوطين اللي العيله ما خصهاش تكمل القرايه ديالها باش تمشي تخدم يعني يا اما هم موفره لهم اللي خصهم لابسين مواكلين مصورين الحمد لله ما نقصهمش شي حاجه صعيبه ماشي بحال الناس متوسطين مزيان الحمد لله. البنت رفضت تكمل القرايه كتقول لك انا صافي قررت ما نزيدش نقرا خصني نخدم على راسي خصني نخدم خصني نعمل. الام ديالها ما هاد الفكره هذه ما تقبلاش العقل ديالها ما تقبلاتها كيف كنقولوا لا عقليا ولا منهجيا. علاش؟ حيت هي غمرات ما تزوجت عليهم ما خلاتهم يخدموا ملي كانوا صغارين. هي كانت بغات تينا تخدم الله يرضى عليك ويغطيك بالرضا كان راه خلاتك تخدم ما كانتش تخليك توصل للاعدادي ولا الثانوي توصل البكالوريا عاد تينا تقول لها انا ما نقراشي. يعني هي هاد السنوات هادو كاملين كتوفر لك كتب مدرسية لباس المأكل المشرب يعني كنمشي موراكم كنت باقي صغاري كتجيكم مسكينة حياتها غمراتها معاكم ونسينا هاتجي في هاد اللحظة غتقول لا أنا ما خصنيش نكمل قراية بلا سبب. الأم ديالها الحمد لله قالت هاد الوباء ملي جا وقف كل شيء قالت أما هي صافي كانت تاخدت القرار ما تكملش السنة الدراسية هادي قالت الحمد لله ربي زعما ملي جا هاد الوباء الله يبعدو علينا فعطاها فرصة تزيد تناقش معاها وتصلوا بيا وكانوا تهاودوا وطلبوا الله زعما تغير لها الفكرة ديالها وقالوا لي نعمل الموضوع ديالو باش يشوفوا الآراء الناس ويجاوبوهم الناس الكومنتاريوس ويقولوا لازم باش ينصحوا هاد الناس هادو هي بدا خصها تسمع نصائح الناس. المهم نتمناو لها تكون غتستقبل شي نصائح مزيانة في الصالح ديالها. وواحد الحاجة نقولها لك أختي الله يرضى عليك راه ماماك ما كتقولكش هيدا كرهان فيك راه حبان فيك. علاش هاد القرايه اللي ما خصكش تينا تكملها غيجي واحد النهار وغادي ندم عليها غادي ندم عليها ملي تشوف صاحبتك رجعت معلمه اخرى رجعت سكرتاريا وحده اللي كتب لها ربي رجعت مديره كل واحد ربي فاش كيسهل له فين كيكون في المراتب ديالو ونتينا غيجي واحد النهار وغادي ندم غتقول علاش انا ما كملتش. علاش؟ حيت حنا ملي كنكونو صغارين وفي سن المراهقة كيكون عندنا واحد العقل خاوي كنفكرو غير حنا شنو خصنا. الأم ديالنا إلا نصحتنا قبيحة مامانا صعيبة إلا كان عندك خال كينصحك أو كينبهك قنطبية مكيخليونيش نشوف حياتي هانية البنات ماشي في حالي لا
تينا الحمد لله يعني عشتي مع الام ديالك، عشتي الصديقه ديالها، الاخت ديالها، في كل شيء. ياه خصك هادشي هذا كامل تفكره. وهي مسكينه دابا تشوفيها كيما هي عيانه بسبب هذا الموضوع، وكطلب الله ربي يبعد علينا هذا الوباء، وتقول ملي يرجع ان شاء الله يبعد هذا الوباء ويرجع كل شيء لمطعو، تبدل لك الفكره وتقول كتسنى منها، تقول لها صافا ماما انا غنبقى في المدرسه ديالي. والمهم والام ديالها قالت لي النصيحه ديالك اولا شيء ما هي اللي خصنا، انا النصيحه ديالي خالتو وهي بنتك غير تسمعني، كنتمنك ما تخرجش من المدرسه حيت غتندم عليها كيف ما ندموا بزاف الناس كانوا وصلوا وندموا ووقفوا ندموا. كنتمنك ما تفرطش في الدراسه ديالك، الدراسه اول حاجه في حياتك مهمه، قرا العلم نور والجهل عار، قرا كما القرايه ديالك اللي بداته ماماك تينا كملو. دابا بقى الدور في يدك، ونتمنى ما تقلقش عليا، انا صحتك تحت الطلب ديالك وماماك، ونتمنى الا شفتي كومنتاريوس والافكار الناس ما تعصبش، وكون عفويه وخدم عقلك هاد الفتره هذه اللي باقي حنا في الحجر الصحي. الله يبعد علينا وعليكم هاد الوباء، وان شاء الله بعد الوباء وربي يفتح لنا باب الخير نبغيك ترجع تكمل الباك ديالك، باش ان شاء الله العام اللي ماجي يكون عندك سنه اخرى في الكليه. كندعي لك بالتوفيق من هذا المنبر، وبقالي نقول لكم ما تنساوش دعمونا باللايك سبسكريبير كومنتاريوس مزيونه كما العاده، ونصائح مزيونه، وبارطاجيو باش تزيد تكبر القناه وتشوفوا المزيد. ودائما في امان الله وحفظه مع موضوع اخر ان شاء الله.